الخير عليكم. معكم ماما ربيعه، رئيسه ديال الجمعيه ديال باب مستقبل اسفي. اليوم تشرفنا بالحضور ديال الطاقم ديال صوت العداله اللي غادي يرافقنا ان شاء الله لعند الطفل محمد طه اللي هو حاز على الرتبه الاولى. ان شاء الله غادي نمشيو بالهدايا المتواضعه جدا للمحل ديالو باش نعطيو الهديه ديالو. وعلى هذا الاساس ان شاء الله كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، وبقوا في ديوركم لانها فيها السلامه ديالكم، وشكرا. بهذه المناسبة هذه أنا كنحيي كاع الناس اللي موجودين معنا هنايا وقبلوا علينا، والله الحمد لله إن شاء الله بحول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وطغياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. هنيئا لمدينة أسفي، وهنيئا لجمعية باب مستقبل أسفي بهذا الصوت الرائع الشدي الذي ألقاه الطفل طه. تبارك الله اللي كي يفرح الوالدين ديالو. وبشرى لكم تنتمايا، قال لك الطفل ملي كيكون واحد الثمره صالحه هذا يعني على ان الوالدين حتى هما صالحين. بوريكتم بهذا الطفل، بارك الله لكم فيهم، والله يجعل حنا ان شاء الله نكونوا عتبه خير عليكم ان شاء الله. وكنشكروا بزاف، كنعاود وتنكررها، صوت العداله اللي مواكبنا ومصاحبنا في جميع يعني اي حاجه مشينا ليها اللي فيها الصالح ديال المجتمع كيكونوا حاضرين معنا. بهذه المناسبه اللي كنحييكم وكنعاود صوت العداله تحيه كبيره لكم وتحيه لهاد الناس اللي هما موجودين معنا، وشكرا. شكرا.